بعد ألمانيا والدنمارك، 5 منتخبات أوروبية تمكنوا من الصعود لمونديال قطر الجمعة هذه، إضافة إلى البرازيل اللي كما العادة ما يفلت حتى نسخة من كأس العالم منذ 1930. المفاجأة كانت هزيمة البرتغال أمام صربيا في لشبونة بنتيجة 2-1، وبالانتصار هذا صربيا ضمنت مكانها في مونديال قطر، بينما البرتغال باش تكون مضطرة أنها تلعب البراش. السويد كان لازم يفوز على إسبانيا باش يتأهل، لكن لاروخا ما ضيعتش الفرصة وتمكنت من الفوز بنتيجة 1-0. فرنسا حملت اللقب وبعد فوزها 8-0 على كازاخستان ضمنت المشاركة في كأس العالم، ورقم جديد لكيليان مبابي اللي سجل أول سوبر هاتريك في مباراة رسمية لفرنسا منذ جوست فونتين سنة 1958 ضد ألمانيا الفيدرالية. بلجيكا كان ينقصها نقطة واحدة للترشح وفازت على إستونيا 3-1. كرواتيا وروسيا لعبوا ضد بعضهم على المركز الأول، وانتهت فوز كرواتيا بهدف لصفر بعد سيسي من كودرياتشوف في الدقيقة 81. 4 منتخبات مازالت نجم تتأهل مباشرة للمونديال. في الجروب سي اللعبة بين إيطاليا وسويسرا اللي قاعدين يلعبوا توا ضد إيرلندا الشمالية وبلغاريا، في حال التعادل إيطاليا تتعدى بالجولافيراج. في الجروب جي اللعبة مازالت بين هولندا تركيا والنرويج، هولندا في المركز الأول ومطالبة بالفوز على النرويج غدوة باش تضمن التأهل. في الجروب إي نقطة تكفي لانجلتير اللي تلعب توا ضد سامارينو للتأهل على حساب بولونيا الثانية في الترتيب. المتأهلين للبراج لحد الآن هما البرتغال، السويد، اسكتلندا وروسيا، مازالوا 6 بلايص وبرشا سيناريوهات ينجموا يصيروا. كما حكينا من الأول، لاسيليساو ضمن مكانه في قطر بعد فوزها على كولومبيا 1-0 بهدف للوكاس باكيتا، في انتظار المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين في السهرة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، وفوز الألبي سيليستي في السوبر كلاسيكو يمكن ميسي من الالتحاق بنيمار في مونديال قطر.